بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ذكرنا أن من أهم الشبهات عند النصارى قضية الاستدلال بالمعجزات على الإلهية، والمعجزات دليل على أن صاحبها بشر مؤيد من الله تبارك وتعالى. وفرق كبير بين الأمرين، كون عيسى عليه السلام أعراض البشرية عليه ظاهرة وواضحة ومثبتة كما تقدم. فمن ضمن المواطن اللي بتعتبر عندهم من أكثر المواطن اللي بيستدلوا بها قصة تهدئ العاصفة. وخلاصة القصة كما يحكيها مرقس، إن عيسى عليه السلام خرج في قارب مع تلاميذه، يقول فهبت عاصفة، عاصفة ريح شديدة، وأخذت الأمواج تضرب القارب حتى كاد يمتلئ ماء، وكان هو في مؤخر القارب نائما على وسادة. فيبقى احنا هنا بنقول ان بشهادتهم هم اعراض البشرية اللي هم بيحكوها في غاية الوضوح، وكان نائما على وسادة، يبقى هل الاله ينام؟ هنرجع تاني لقصة ايه النسوت واللاهوت، نقول انتوا عقيدتكم النوم لا ينفصلان. طيب، يقول فأيقظوه وقالوا له يا معلم. وهذا اللقب الذي نادى به الحواريون، بلك ان كتاب الأناجيل زعموا ان عيسى عليه السلام فسر كل شيء للتلاميذ. هو قال لهم اللي يجيب مصباح ويحطه تحت السرير ده شيء غير مناسب، اللي يجيب مصباح بيحطه على المنارة. ومع ذلك فكتاب الأناجيل يرون ان ما في نفس السياق اللي عيسى عليه السلام بيقول فيه الكلام ده او بينسبه اليه، ان هو انفرد بالتلاميذ ليشرح له. هم التلاميذ دول نفسهم كان اللقب المفضل عندهم لنداء عيسى عليه السلام، انهم يقولوا له ايه؟ يا معلم. وايضا مخاطبه الانسان بصفه وإن كانت فيه هي من أدنى صفاته أو هناك ما هو أعلى منها، يعني غير مقبول. فهذا أعلى مدح عندهم لعيسى عليه السلام، وقالوا عليه المعلم، لهم يقولوا لا يعرفوا أنه هو الإله أو ابن الإله، كانوا ندوب ذلك. حتى المواطن اللي هيبقوا قالوا له فيها ربنا، هيبقى عنا دي موجودة في الأناجيل كتير بمعنى المربي والمعلم. وإلا لو كانت الرب بمعنى الخالق ما كانش يليق يجي في مرة تانية يقول له إيه؟ يا معلم. فقالوا له يا معلم أما يهمك أننا نهلك؟ ولك كتاب الأناجيل وهم بيرووا معجزات عيسى عليه السلام أصابهم قدر من التوتر الشديد في محاولة نقل صورة تصويرية للحدث، فوقعوا في أشياء لا هل يليق الحواريين مثلا يقولوا لعيسى عليه السلام أما يهمك أننا نهلك؟ سواء عايز يبين أن أصابهم الفزع والهلع، فواضح أن الراوي تصرف تصرفات قد لا تكون منطقية، ولكنها على أي حال ده إذا كنا بنقول أن هم قالوا له يا معلم، فهذا يدل على أنه عندهم بشر
لما يقولوا له أما يهمك أننا نهلك، ده أكيد بشر، حتى ما تمشيش فيها لاهوت وناسوت، لأن إيه؟ طب قول الناسوت عندهم هو اللي بياكل ويشربه، بس على الأقل هيستفيد علمه من اللاهوت، يبقى ما ينفعش إنه يجي يبقى هم بيهلكوا وهو مش عارف يا مش همه. أقول له أما يهمك أننا نهلك، فنهض وزجر الريح وقال للبحر اصمت اخرس. برضو التوتر الشديد في الرواية والصنعة الراوي اللي عايز يبين لنا، يعني اللي عندنا في الحديث النبوي في قصة يوشع بن نون عليه السلام، انه قال للشمس انك مأمورة وانا مأمور، اللهم احبسها علينا، ده جرم سماوي عظيم، وربنا قال له يأتمر بأمر نبي، فبيخاطب الشمس. قصة يوشع بن نون الحديث مشهور، غلام موسى الذي فتح الله على يديه بعد وفاة موسى عليه السلام، خاطب الشمس وقال لها إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. شوف الأدب في الخطاب، وحتى ما رضاش يوجه لها الخطاب مباشرة، قال اللهم احبسها علينا. لكن انما هل عيسى هيقول للبحر اصمت واخرس وهو مأمور؟ لما هاك كان مأمور، ولما هيسكن مأمور، فما الداعي لهذا التوتر الشديد؟ وكأن يعني هو عايز يبين ان عيسى له سلطان على البحر، يعني يعرف يشخط فيه يعني. فالراوي ساذج جدا، والحبكة القصصية يعني فسدت منه. احنا طبعا اصل المعجزة، وان كان مش مروي عندنا، لكن نرى انه هو من هذا من الوارد ان يكون تركت على اجر هذه المعجزة على يد عيسى السلام، وقد اجر عليه ما هو اكثر منه. لكن قضية ايه ان هو اصمت تخرس دي، ده توتر الراوي اللي عايز يبين لنا خدوا بالكم في حاجة جامدة بتحصل يعني. فسكنت الريح وساد هدوء تام، ثم قال لهم لماذا أنتم خائفون هكذا، كيف لا إيمان لكم، فخافوا خوفا شديدا. وقال بعضهم لبعض من هو هذا حتى إن الريح والبحر يطيعان. طبعا اللازمة اللي بينهي بها كل المعجزات عشان يخلي القارئ يعني يتساءل، وهو من باب التشويق مش هيجاوب يعني ان من ده في الاخر هيقوله هو الله، مع ان هم عارفين ان ده المعلم وكان نايم وصحوه وقالوا له الا يهمك اننا نغرق، يبقى اكيد هم يعني لم يتساءلوا هذا السؤال. وعموما يعني هو بعدها على طول سألهم انتوا شايفين انا مين؟ قالوا له انت المسيح. هتيجي الفقره دي، يعني هو كاتب الانجيل عايز يصور لنا ان التلاميذ هم كمان، ما هو المسائل كلها الغاز بقى، يعني عيسى عليه السلام بيكلمهم بالالغاز وهم يتساءلوا مش قادرين ايه يطرحوا لا السؤال ولا الجواب، مع انه سالهم السؤال الصريح من تظنون اني اكون؟ قالوا له انت المسيح. المسيح دي في لغه اليهود اي المخلص، المسيح المبارك، لكن اليهود كانوا بيطلقوا على المسيح على اللي جمع بين الزعامة الدينية وبين المجد للشعب، وبالتالي هم كانوا ينتظرون مسيحا يعني نبي من كبارهم من الأنبياء العظام اللي حصل على ديهم فتح. وإن كان العهد القديم لم يتورع أن يطلق على كورش الفارسي لقب مسيح الرب، لأنه هو أحسن معاملة اليهود ورجعهم فسموه أنه هو إيه مسيح الرب. فإذا يعني أقصى ما كان يضمره التلاميذ في أنفسهم اللي هو كاتب الإنجيل بيشوقنا إليه جدا، إن عيسى عليه السلام مش نبي عادي، لا ده ايه المسيح، يعني النبي عظيم او المخلص، حتى ما فيهوش ان هو نبي اخر الزمان.
برنابا طبعا صرح بأن عيسى عليه السلام صرح لهم أنه ليس هو نبي آخر الزمان وبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. طب هل الأناجيل هنا عيسى عليه السلام وفق رواية الأناجيل ديت قال لهم أنه إله؟ لا. ابن إله؟ لا. أنه هو نبي آخر الزمان؟ برضو لا. هو أقصى ما هنالك أنه ألمح إلى أنه هو المسيح، أي كما ذكرنا ده عند اليهود كانت تعني المخلص. بعد كده قصة شهيرة عندهم في الأناجيل، وهي قصة برضو هتلاقي فيها توتر عالي جدا، إن عيسى عليه السلام الفقرة بتقول طرد الأرواح النجسة وغرق الخنازير، إن كان في شخص يسكن روح نجس وكان يقيم في القبور ولم يكن أحد يقدر أن يقيده ولو بالسلاسل، فإنه كثيرا ما ربط بالقيود والسلاسل فكان يقطع السلاسل ويحطم القيود، وكان في القبور وفي الجبال دائما ليلا ونهارا يصيح ويجرح جسمه بالحجارة، ولكنه لما رأى يسوع من بعيد ركض وسجد له. دي أحد الحاجات اللي بيستدل بها النصارى على ألوهية عيسى عليه السلام، بيقولوا إن هو لا سجود إلا لله، مع إن ما جابوش هم ولا مرة إن عيسى عليه السلام دعا الناس أن تسجد له. كان يستقيم هذا الاستدلال، يعني حتى الأناجيل اللي في إيديهم ما فيهاش إن عيسى عليه السلام قال للناس يسجدوا له، بل في الوصية ما هي أعظم الوصايا يا معلم؟ يا معلم فقال أن تعبد الله إلهك من كل قلبك سيأتي. لكن غاية ما هنالك إن في ناس سجدت له، وفي شريعة بني إسرائيل كان يوجد سجود التحية، ولكن حتى ما فيهوش إن عيسى عليه السلام أمر بالسجود ولا حتى في السجود، لأنك لما تراجع النسخة الإنجليزية هتلاقي ان هو نفس التعبير اتكرر في النسخة الانجليزية، ترجم مرة بانه سجد، وترجم مرة بانه ارتمى عند قدمي الى غيره، فحتى ما هوش السجود بالهيئة الايه المعروفة. وعلى اي كل دول ما عرفهمش استدلال على الهية عيسى عليه السلام، ويوجد في شريعة بني اسرائيل سجود التحية، ليس في أمر عيسى عليه السلام أصلا أن يسجد له ولو على سبيل التحية، فهذا الاستدلال في غاية البعد. يقول الرجل لما رأى يسوع بعيد ركض وسجد له وصرخ بأعلى صوته ما شأنك بي يا يسوع ابن الله العلي، أستحلفك بالله ألا تعذبني. يبقى احنا كده الشهادة دي من الروح النجسة، فشهادة لها اعتبارها طبعا عند كتاب الأناجيل. السجود طبعا الشخص ده ملبوس، فهو اللي سجد واللي قال الكلام ده هو الروح النجسة، ومع ذلك احنا قلنا كلمة ابن الله دي واردة كتير في الكلام كله، ان كل المؤمنين ابناء الله، فحتى يعني شهادة هذه الروح النجسة ما فيهاش جديد يعني. فبدأنه ولا استحلفك بالله ألا تعذبني، يعني هو يستحلفه بالإله، فقال فإن يسوع كان قد قال له أيها الروح النجس أخرج من الإنسان، وسأله يسوع ما اسمك؟ فأجاب اسمي ليجون لنانا ليجون لأننا جيش كبير. ما عرفش هو أو قال له ما اسمك فأجاب اسمي ليجون، ليه هو لما اسمه ليجون يبقى هم جيش كبير؟ يعني الجملتين دول ما يتربطوش بلأن، يعني هو أجاب على اسمه ماشي وبعدين يقول لأن أنا جيش كبير، أيا ما يكن يعني هو أجاب قال له كده، وتوسل إليه بإلحاح ألا يطرد الأرواح النجسة إلى خارج تلك المنطقة. وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى عند الجبل، فتوسلت الأرواح النجسة إلى يسوع قائلة أنسلنا إلى الخنازير لندخل فيها، فأذن لها بذلك
فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في الخنازير، فاندفع قطيع الخنازير من على حافة الجبل إلى البحيرة فغرق فيها، وكان عدده نحو 2000، 2000 روح نجسة دخلوا في 2000 خنزير، ولا ما اعرفش بقى يعني مشيت ازاي، والخنازير اندفعت الى البحيرة فغرقت. هذا الموطن مما احتج به على النصارى من ان عيسى عليه السلام يحرم الخنزير او يرى نجس، وسيأتي تتم ذلك في الفقرة اللي هم بينسبوا فيها لعيسى عليه السلام انه جعل كل الطعام طاهر، خمر، خنزير، ميتة، لا يوجد شيء على وجه الارض نجس. فاحتج عليهم بالعهد القديم، وطبعا في اتفاق من الجميع على ان الخنزير محرم في العهد القديم تحريما قاطعا. النصارى بيقولوا ان عيسى عليه السلام اباح لحم الخنزير، واباح وحكم بان كل المأكولات طاهرة. اولا هنمشي كده نلاقي نماذج النسخ عند النصارى لا تحصى كثر، ومع ذلك يعترضوا على القرآن ان في نسخ، ومعظم مسائل النسخ عندهم ان بولس نسخ الشريعة، لكن هم بيتكسفوا يقولوا كده فيخلوه ايه ان عيسى عليه السلام هو الذي نسخ، فده تناقض ما بعد تناقض. لكن عموما هذه الواقعة من عيسى عليه السلام يعني يمكن أن يفهم منها، وأن لم تكن دليل قاطع، أن الخنازير أهل الأرواح الشريرة. وإلا دلوقتي طبعا احنا نقول قدر التوتر هنا برضو خلاهم 2000 روح ساكنة الراجل دوت ماشي. طب الأرواح النجسة دي إزاي اشترطت على عيسى عليه السلام اشتراط وقبله؟ ولو تغاضينا عن دي يبقى ما ينفعش ياخد الأرواح النجسة ديت يخليها تتلبس بشيء طاهر نافع. يعني هو الإله ذاته والأرواح النجسة هتشترط عليه تفسد لرعاة الخنازير قطعهم؟ يعني رعاة الخنازير دول قاعدين في حالهم كده، وما هو طلع الأرواح النجسة من الراجل دخلها في الخنازير، فلو كان الخنازير طاهرة لها منفعة إيه اللي يخليه يعمل كده؟ فضلا طبعا في قصة اندفاع الخنازير في الماء يعني في حد ذاته ده فيه إفساد، لكن مش هي دي القضية. فالموطن ده مما احتج به على النصارى بأن الإنجيل بينسب لعيسى عليه السلام أن هو يرى أن الخنازير نجسة، وإلا لما سمح وفق الرواية دي عندهم، مع أن الرواية شكلها كده ما يطمنش، يعني عوامل الصنعة بادية فيها، لكن لو ألزمناهم مقتضى إيمانهم بها إن هنا دليل إن عيسى عليه السلام ليس هو الذي جعل الخنازير وغيرها طاهرة، بل بولس، لأنه هو هنا أذن للأرواح النجسة اللي هي الشياطين أن تدخل في هذه الخنازير. في الواقع الفقرة اللي هم بينسبوا فيها إلى عيسى عليه السلام إباحة أو الحكم بطهارة كل شيء تأتي بعد قليل إن شاء الله نناقش فيها الموضوع. الفقرة اللي بعد ذلك بعنوانها إحياء ابنة ياريس. ده رجل كاهن جاء ارتمى عند قدم عيسى عليه السلام وتوسل إليه على ان ابنته مشرفة على الموت، فذهب معه وتبعه جمع كبير. كما ذكرنا بولس تكرر معه الموقف فقال للراجل اذهب فقد شفيت، لكن الانجيل جعل عيسى لازم يروح، مع ان البنت ايه بين الحياة والموت، يعني العامل الوقت مهم. وهو في السكة قصة فرعية على ان ايه، عشان كده الفقرة دي خلصت بسرعة ودخلنا في فقرة عنوانها شفاء نازفة الدم. نفس التوتر العجيب، امرأة مصابة بنزيف دموي منذ 12 سنة، لجالها انيميا وهي قاعدة كده مستنية. مش احنا يعني مسألة المعجزات ثابتة، يعني ليه التفاصيل اللي خلت ناس كتير من الغربيين
يقولوا قصة عيسى عليه السلام أساطير شعبية. ما أنت منين جابوا أنها بقى لها 12 سنة بتنزف وقد عانت الكثير من الألم على أيدي أطباء كثيرين وأنفقت في سبيل علاجها كل ما تملك فلم تجن أي فائدة، بل بالأحرى ازدادت حالتها سوءا. فإذ كانت قد سمعت عن يسوع جاءت في زحمة الجمع من خلفي ولمست رداءه، لأنها قالت يكفي أن ألمس ثيابه لأشفى، وفي الحال انقطع نزيف دمها وأحسست في جسمها أنها شفيت من علتها. وحالما شعر يسوع في نفسه بالقوة التي خرجت منه، دي الأساطير بقى اللي بجد. يعني هنا بقى إيه، لما حد بيلمسه بيسري طيار قوة عجيب، هو حس إن في شوية قوة، شوية طيار انسحبه. تفهمش يعني فعلا الكتاب الأناجيل يعني سقطوا في فخ حتى الحاجات الثابتة، سقطوا في فخ الايه الكذب فيها. حالما شعر يسوع في نفسي بالقوة التي خرجت منه، الكلام ده كلام الراوي ولا كلام مين؟ ما هنا في القصة الكلام منسوب لمرقس، او لو هو منسوب ان عيسى عشان بيحكي عن نفسه نقوله خلاص خبر الوحي ويصدق. لكن ده هو اللي ما قالناش، ده هو اللي شهود العيان شافوا المرأة جت لمست عيسى عليه السلام. ايه موضوع القوة اللي هو احس بيها، جابه منين؟ ده من واقع الـ يعني الـ بيحاكي القصص الخيالية والاساطير فعلا. فكده عيسى عليه السلام خرجنا من قصة الاله وابن الاله وابن الانسان الى قصة السوبرمان والقوة الخافية الكامنة واللي هتطلع وبتنتقل وكده. يعني يقول حالما شعر يسوع في نفسي بالقوة دار نظره في الجمع، يعني ما حسش غير لما القوة خرجت. طب ده إله؟ يقول لك ده النسوت. طب هو النسوت بيشفي؟ ما خلينا، انت دلوقتي قلت ان هو ليه خليت فيه لاهوت؟ عشان بيشفي. مع ان احنا بنقول ان البشر قد يشفي بإذن الله بمعجزة من الله حتى الحاجات المستعصية، لكن هم خلوه اللاهوت ده موجود عشان المعجزات. وبعدين اللاهوت فوجئ انه سحب من رصيده قوة دون ان يشعر، فشعر حينئذ. وبعد ما شعر أدار نظره في الجمع، برضه هيقول لك النسوت. طب اللاهوت فين وهو لا ينفصل عن النسوت؟ وبعدين اللاهوت هو اللي بيعمل المعجزات، عملها دون أن يدري. وسأل من لمس ثيابي. طب النسوت اللي بيسأل، طب ما يسأل اللاهوت أفضل ما يسأل بقية الناس. يعني هو لاهوت ونسوت جوه بعض، ليه النسوت مضطر يسأل الناس؟ قال من لبس ثيابي؟ فقال له تلاميذه أنت ترى الجمع يزحمونك وتسأل من لمسني؟ التلاميذ أكثر الناس جرأة على عيسى عليه السلام، يعني هم اللي بيقولوا له ما تخرفش، يعني بمعنى اللي كما تحكي الأناجيل، يعني مستنكرين جدا السؤال. معنى كده يعني أكيد ما عندهمش أي احتمال، وهم بالجرأة دي في الكلام، يعني الروح اللي بيقولوا له أنت تسأل وأنت شايف الزحمة، لو يعرفوا إن في سر جوه كان قال له ما تسأل لاهوت، ده أقرب إجابة، ما قالولوش كده. ولكنه ظل يتطلع، يعني حس ودور وما شافش وسأل وفضل يدور يرى التي فعلت ذلك. فما كان من المرأة وقد علمت بما حدث لها إلا وأن جاءت خائفة ترتجف وارتمت أمامه وأخبرته بالحقيقة كلها. فقال لها يا ابنة إيمانك قد شفاك فاذهبي بسلام وتعافي من علاج. طبعا القصة ديت التوتر والصنعة فيها واضح جدا، وعوارض البشرية أكثر من أن تحصل. احنا بنؤمن بمعجزات عيسى عليه السلام، لكن لا يمكن أن نصدق أنها تمت بهذا الابتزال. وحتى لو كده هذه أعراض بشرية لا تحتمل،
والتلاميذ المقربين جدا هم اللي بيزجروه يقولوا له انت بتسأل والدنيا زحمة الى غير ذلك. وبعدين كمالة قصة بقى ابنة الكاهن ان هي ماتت، اتأخر عليها ماتت، قالوا خلاص ما فيش داعي انه يروح ولكنه عيسى عسام اصر انه يروح وراح وقال لهم انها نائمة وليست ميتة. طبعا هل هي كانت نائمة فعلا ولا هو احياها الله على يديه مش هتفرق معنا، لان احنا بنؤمن بمعجزات عيسى عليه السلام. في الاخر برضو كالعادة كل المعجزات يتختم بان الناس تسألوا السؤال العجيب من هو ذا الذي يفعل هذا، واما المعجزات بتنتهي ان عيسى عليه السلام بيقول لهم ما تخبروش حد. وده احد الالغاز، ليه ما يخبروش حد اذا كانت المعجزات دي كان غرضها اقامة الحجة على العباد ان هو الاله او ابن الاله، او حتى اقامة الحجة على العباد ان هو رسول، يبقى مطلوب الناس تعرف المعجزات دي. الفقرة اللي بعد كده عنوانها يسوع يرفض في بلدتي، دي بقى يعني ايه من الفقرات العجيبة جدا ان ازاي تظل تبقى موجودة في الانجيل اللي في ايد النصارى وشايفين برضو ان عيسى عليه السلام ليس نبيا. الفقرة دي بداية الاصحاح السادس، احنا قلنا ما فيش ارتباط بين الفقرات والاصحاحات، لكن دي بداية الاصحاح السادس. بيقول وغادر يسوع ذلك المكان وعاد إلى بلدته وتلاميذه يتبعونه. ولما حل السبت أخذ يعلم في المجمع، فدهش كثيرون حين سمعوا وقالوا من أين له هذا وما هذه الحكمة الموهوبة له. هتسأل النصارى أقول لك ده هم اللي فاكرين كده حكمة موهوبة، يبقى ما فيش إيه بشر معلم ملهم، يقول لك لا ده اليهود فاكرين كده. طب انت احتجت بالروح الشريرة اللي قال له يا ابن الله وقلت شفته الروح الشريرة، عارف حتى الروح الشريرة عارف انه ابن الله. واما ما يجي يقول لك طب اليهود قالوا عليه ده ذو حكمة موهوبة، يقول لك اليهود بقى ما كانوش فاهمين، ان كان في تمثيلية بتحبك انهم ما يفهموش، لان اللي يجيب مصباح لازم يعلقه فوق المنارة بس ما يخليش حد يشوفه، يعني ده مقتضى الكلام. الحاصل ده جزء تاني بيقولوا ما هذه الحكمة الموهوبة له وهذه المعجزات الجارية على يديه. أهو قالوا معجزات، أليس هذا هو النجار ابن مريم؟ طبعا الجزء ده من الإنجيل هيبقى فيه إن عيسى عليه السلام تعلم مهنة النجارة وعامل بها، وده ما فيهوش إشكال، لكن لو الرب نجار تبقى مشكلة كبيرة، لكن ان نبي يعمل بالنجارة او بغيرها ما فيش مشكلة. قال اليس هذا هو النجار ابن مريم واخا يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان؟ اوليست اخواته عندنا هنا؟ هكذا كانوا يشكون فيه. طبعا ده في حاجات كتير بيبقى لا تحتمل الا ان ده تعليق من كاتب الانجيل، يعني هو حكى القصة وده تعليقه عليها انهم كانوا بيشكوا. ولكن يسوع قال لهم لا يكون النبي بلا كرامة الا في بلدته. يبقى هو هنا ايه بيتكلم عن نفسه بالنبوة صراحة، ويقول لهم انتوا يعني انه راح البلاد الاخرى وعمل معجزات فالناس لم تتشكك في هذه المعجزات، لما جه في بلده ما عملش معجزات لكن علم في المجمع، يعني راح يشرح للناس، فاستكثروا عليه أن يؤتى هذه الحكمة، فقال لهم لا يكون النبي بلا كرامة إلا فيه. طبعا مش ممكن نقبل أن يكون عيسى عليه السلام جاي عشان يقول أنه إله أو ابنه إله، طيب هيقول الكلام بالألغاز لكن يقول ما ينافيه، يقول انه نبي،
طبعا النصارى لا ما بيقولوش ابدا حتى عن ناسوت انه نبي، بالك يعني هم ما يعني هو بيقولوا ناسوت ولاهوت، لكن بيقولوش عن ناسوت انه هو نبي، انه هنا بيصرح انه هو ايه نبي. يقول لا يكون النبي بلا كرامة إلا في بلدتي وبين أقربائي وفي بيتي، ولم يقدر أن يعمل هناك أي معجزة. دي بقى أعجب من كل اللي فات، لم يقدر، دي كلمة من العجز. وهنا التعبير الإنجليزي واضح جدا، هي couldn't do، مش إن يعني فهو لم يقدر، الكلام لا يحتمل حتى الإجابة الشهيرة بتاعت اللاهوت والناسوت. إلا لو افترضنا أن القصة دي صحيحة، يبقى ده دليل جازم على أن المعجزة بإرادة الله، ولم يقدر الله حدوث معجزة هنا، جاي يعمل ما قدرش، ولم يقدر أن يعمل هناك أي معجزة، غير أنه لمس بيديه عددا قليلا من المرضى فشفاهم. فلعل هؤلاء القوم لم يقدر الله لهم أنهم يروا معجزات أكثر من ذلك. يبقى هنا ده نص يعني من أوضح النصوص في بشرية عيسى عليه السلام، وإن المعجزات دي مش بقدرته هو. الفقرة اللي بعد كده بتقول يسوع يرسل التلاميذ. طبعا هو مرت قبل كده فجت تاني، فبيقولوا تكرار ما يضرش. يقولوا هنا كان أضاف معاهم 50 واحد كمان، بس مرقس نسى يقولهم فما تفكروا بيهم. أيا ما يكن مش دي القضايا اللي احنا نقف عندها، لكن هنكرر تاني انه هنا أعطاهم سلطة على الأرواح النجسة، وانه فآخرها فانطلقوا يبشرون داعين إلى التوبة. يبقى حتة إن هو مش إن عيسى عليه السلام كان بيقول الأمثال وما يشرحهاش عشان الناس ما تفهمش، لأنهم لو فهموا هيتوبوا، تتناقض تماما مع إنه أرسل تلاميذه عشان إيه يدعو الناس إلى التوبة. وطبعا ده أقرب إلى الصواب من الأخرى. فجأة تذكر مرقس إن يوحنا اللي هو يحيى عليه السلام قد قتل. وقلنا دي حبكة في السياق اقتضاها أيضا مجاملة اليهود، بمعنى إنه ما عملش موضوع قتل يحيى عليه السلام قضية محورية مفروض عيسى عليه السلام جاي يقول للناس يعني قال لهم يا أولاد الأفاعي لكهنة اليهود، لأن هم سمحوا بالبيع والشراء في الهيكل. طبعا دي معصية، لكن ال- 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 الزجر كان عالي جدا. طب قتل يحيى عليه السلام ما يستاهلش ولو نصف كلمة؟ يعني هم هيقول لهم يا أولاد الأفاعي عشان بيبيعوا جوه المعبد، وما يستهلوش في قتل يحيى عليه السلام أي استنكار لواقع الموقف. الأناجيل بتصور موقف لعيسى عليه السلام من قتل يحيى في غاية الخزي. هو الشيء الوحيد في الأناجيل اللي جابوا فيه إن عيسى عليه السلام أخذ موقف إيجابي، إنه قال لليهود في المعبد يا أولاد الأفاعي، وبعدها هم قتلوه على وفق رواية الإنجيل. فكأن دي بس كانت جاية تقول ايه اعتذار لليهود ما تشتموا، تقال لهم يا اولاد الافاعي جوه المعبد، والزانية تقال لها روحي، والرومان تقال لهم خدوا ضرايبكم. هو الانجيل اللي بيدي هنا الصورة، عيسى لما جات الزانية يرجموها قال لهم من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر، فانصرفوا عنها. طب مشوا كلهم، فاضل هو بلا خطيئة يرجمها، قالت له سامحني، قال لها انا لم ارسل لكي ارجمك، اذهبي وتوبي. طيب عادي الزانية، الرومان قال لهم أعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر. أعجب من كده، ده هو عليه ضريبة هو ومات،
فقال له روح اصطاد لنا سمكة، أول سمكة تطلع لك هتلاقي جواها نقود طلعها وتعالى ادفعها للراجل الروماني اللي واقف لنا ده. قصة برضو يعني فيها قدر كبير من التوتر. طب يعني لكن على أي يعني في النهاية الرومان ياخدوا ضرائبهم، الزواني ما لا يقام عليهم الحد، قتل يحيى عليه السلام كأن شيئا لم يكن. كما ذكرنا الموقف الوحيد هو موقف سب الكهنة في المعبد. فواضح ان الكاتب تحاشى الصدام مع اليهود، كتاب الاناجيل الاربعة، لكن كان لابد من موقف الصلب. هو الفاتيكان بعد كده حله، انا ما اعرفش هو حله ازاي. يعني هو الفاتيكان اصدر وثيقة بتبرئة اليهود من دم المسيح عليه السلام. كتاب الاناجيل حاولوا قدر الامكان ما يعملوش تصادم وهم بيحكوا قصة عيسى عليه السلام، ما يصوروش ان كان في تصادم بينه وبين اليهود، الا قصة الصلب لازم فيها ايه اضطروا اليها. المهم حتى قتل يحيى عليه السلام ما جابهوش في سياقه التاريخي، ده هو جابه كده يعني في الطريق. بيقول الفقرة عنوانها قتل يوحنا المعمدان، لكن طبعا هو الانجيل اصلا ما كانش فيه عناوين ديت، الاناجيل ما فيهاش العناوين الجانبية دي مستحدثة. فالفقرة ما بتتكلمش على قتل يوحنا، الفقرة بتتكلم على ان الملك هيرودس دوت الملك اللي متى قال انه كان زمن ميلاد عيسى عليه السلام، وحب يقتل كل ابناء بني اسرائيل عشان في رؤيا ان ملك اليهود ولد. خد بالك ان رؤيا المجوس ان ملك اليهود ولد ماشيه مع قصه ايه المسيح المخلص، ملهاش اي علاقه ان التخليص من الخطيئه الاولى، تخليص اليهود من الرومان. على اي انه في الاخر الملك حب يقتل كل اليهود كل الاطفال، ففرت مريم عليه السلام بعيسى الى مصر عده اشهر ورجعت، دي قصه ايه مات. لكن يفاجأ ان هيرودس موجود في كل الاحداث بعد كده. هم بيقولوا لا ده هيرودس الابن والتاني هيرودس الاب، والظاهر حكايه الاب والابن دي قديمه فهي ماشيه معاهم من زمان. يعني القضيه دي احنا مضطرين يعني محتاجه حد عنده علم بتاريخ الفتره دي بدقه عشان يقول هل فعلا في هيرودس الاب وهيرودس الابن، ولا هو برضو التحريف. متى لما اخترع قصة الذهاب مريم عليه السلام لمصر عايز يرجعها تاني فلسطين عشان القصة تكمل، فراح مموت هيرودس وبعدين في النص لقى موجود، مش مشكلة. لان يعني انت احنا ما بنفترضش ان كنت ان 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 انجيل متى كتب ومت، ولا انجيل مرقس كتب ومرقس. ده ايضا في على الاقل مرحلة وسيطة تم فيها اقتباس من الاناجيل منها ومن بعض. يعني مرقس هو ادم الاناجيل، بس في فقرات علماء النصارى نفسهم يقولوا لا ده دي يعني اتكتب مرقس مختصر وبعدين متى، وبعدين تم تحشيه مرقس بمتى، وهم عندهم ان كله بالهام الروح القدس فما فيش حاجه تزعل. لكن حكايه ان في اجزاء من مرقس منقوله من متى، رغم ان مرقس او في مرحلة لاحقة حد آخر غير مرقس حط فيه الحاجات دي. فأيًا ما يكون برضو ممكن اللي جاي يضيف دي الإنجيل متى ما خدش باله إن إنجيل متى نفسه أو إنجيل مرقس على الأقل فيه اسم هيرودس بعد كده، فهو موته في بداية القصة وبعدين اكتشف إن هو موجود، أو يكون هو ده الابن لا بأس. المهم الملك ده منزعج برضو كأبيه، إن كان هو هيرودس الابن وإن كان هو الأب هيبقى منزعج بحاله زي ما كان في الأول. فلما سمع عن يسوع سأل عنه، أو قال سمع قال بعضهم هذا يوحنا المعمدان قد قام من بين الأموات ولذلك تجري عليه المعجزات، وآخرون قالوا إنه إيليا، وهذا نبي من أنبياء بني إسرائيل يسمونه إيليا، والبعض يقول ان هو ادريس عليه السلام.
وغيرهم قالوا هذا نبي قباق الأنبياء. إذن موجود عند اليهود حتى هذه اللحظة، هم احتجوا بالروح الشريرة اللي قال له يا ابن الله، فعلى الأقل يشوفوا اليهود اللي كان عندهم علم بالكتاب عندهم المعجزات دي، ينفع يقوم بها يوحنا، وينفع يقوم بها إيليا، وينفع يقوم بها إيه؟ أي نبي. وعندهم كان ينفع أن يوحنا يقوم من الأموات، يعني كل الأمور في اللي عندهم علم بالكتاب مستوعبة أن تتم في قدرة الله تبارك وتعالى، ليس فيها شيء عجيب. فهيروس قال لا، ما هو إلا يوحنا الذي قطعت أنا رأسه وقد قام. إذن يوحنا قطع رأسه، فمرقس قال لنا قصة قطع رأس يوحنا اللي هو يحيى عليه السلام. القصة دي مشهورة جدا، لأن احنا في القرآن في لم يأتي عندنا قصة قتل يحيى عليه السلام، لكن في ان اليهود قتلوا الأنبياء، حتى ما فيش جزم بأن يحيى قد قتل، لكن معظم الناس معظم رواة القصص من باب الإذن بالرواية عن أهل الكتاب فيما لم يتعارض معنا، واحنا عارفين انهم قتلوا الأنبياء، فدي شبه معتمدة عند كثير من كتاب القصص والإعراض عنها أولى. لكن هي دي هتلاقيها مشهورة، ومصدرها الإسرائيليات، يعني مصدرها الاقتباس من الكتب دي. هي قصة خلاصها ان هيرودس تزوج امرأة أخيه أو غصبها، وإن كان يوحنا اللي هو يحيى عليه السلام دائم الإنكار عليهما، ثم كان في مناسبة مولد هيرودس أقام مأدبة، ورقصت ابنة هذه المرأة رقصا أعجبه، فوعدها أن يعطيها ما تطلب، فطلبت رأس يوحنا، فحاول أن يثنيها عن هذا فأصرت، فأتى لها برأسه. وصمت مرقس عن الكلام المباح وغير المباح، يعني هو كل اللي جاب سيره كأن يعني ايه راجل محايد جدا، يعني هيرودس قتل يوحنا عشان الرقاصة، يعني ولا حتى في تعليق ولا إشارة. هو بيقول هيرودس قال اوعى يكون ده يوحنا اللي انا قتلته، انتوا مش عارفين قصة قتل يوحنا كذا 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 كذا، وانتهى، وقف تماما. حتى يعني لو تلاحظ الرواية ما تخلكش، مش بتحاول تستثيرك ضد هيرودس، الرواية بتروى بألفاظ في غاية البرود والحياد التام. فده في حاجة عجيبة جدا، لا ندري يعني على الأقل يعني ان يوحنا وفق رواية الأناجيل هو الذي عمد عيسى عليه السلام، هم بيشيلوا الصليب ويقولوا ده ايه اللي شهد صلب الرب. طيب ده حتى هو ما هو الصليب اللي اتصلب عليه واحد، قال لك لا يعمل على هيئته تعظيما للرب، ده الصليب اللي اتصلب عليه الرب يبقى معظم. طب اللي عمد الرب ألا يستأهل ولو يعني أي استنكار؟ الأعجب من كده إن متى، وإحنا قلنا إنجيل متى موجه لليهود، هم بيقولوا كده، طبعا كل شراح الأناجيل بيؤكدوا قصة إن إنجيل متى موجه لليهود. فإنجيل متى لم يكتفي بإن نفس القصة، يعني إيه ما جابش قتل يوحنا في سياقه التاريخي، ده جابه بنفس السياق بتاع ان الملك بيتساءل هو ده يوحنا اللي انا قتلته ولا لا، وجاب قصة الراقصة والكلام ده كله، واضاف اليها فما ان سمع يسوع بذلك حتى ركب قاربا ورحل على انفراد إلى مكان خال.
يعني إذا كان الرب يعني نازل عشان يقتل، كانت مناسبة جدا إنه يقتل هنا بدل ما يقتل بتهمة ملفقة. كان يقف مع يوحنا يقوم الملك يقتله، ولكن كتاب الأناجيل أصروا إنه يجي هنا ويهرب. هتسألهم هيقول لك لم تكن ساعته قد حانت. هو الرب هو اللي مقدر المقادير كلها، فلو كان هذا هو الرب فعلا لماذا لم يقدر ان لحظة الصلب تيجي لحظة قتل يوحنا ويبقى حتى حاجة تستاهل بدل تهمة كاذبة؟ طب كان عيسى عزم لم تحن ساعته بعد، يبقى كان مازال معلم يأمر بالتوبة، ليه ما أمرش هيرودس بالتوبة أو منهاه عن الظلم؟ مع القصة بتقول إن عيسى عليه السلام كان مسموع الكلمة جدا في كل ربوع فلسطين ما عدا بلدته الصغيرة، وإن الملك قاتل يوحنا وهو خائف من ثورة الناس عليه. طب أين عيسى عليه السلام آنذاك والملك خائف؟ ليه لم يستثمر هذا الخوف؟ أيا ما يكن، دي إحدى السقطات الشنيعة اللي تواطأت عليها الأناجيل تقريبا. بعد كده عندنا فقرة بعنوان يسوع يطعم 5000، دي في معجزة تكثير الطعام. وإحنا عموما نؤمن يعني لا إشكال عندنا في ثبوت مثل هذه المعجزة. يسوع يمشي على الماء، معجزة المشي على الماء دي يسيرة جدا. كان هو على مركب والتلاميذ على مركب والريح هاجت، أو هو على الشاطئ فجالهم ماشي على الماء. يقول هنا ولكنه لما رأوه ماشيا على الماء ظنوه شبحا فصرخوا، فقد رأوه كلهم وذعروا. طبعا ترجع تستعجب، الحواريين دول عارفين ايه عن عيسى؟ اذا كان هم مش قادرين يصدقوا انه بيمشي على الماء. فقال لهم تشجعوا انا هو لا تخاف. طبعا لما بتقول لبتوع شارح الانجيل واصحاب النصرانية الفلسفية المعاصرة فين في الانجيل ادعاء الالوهية، يقول لك ده جاء كتير في الانجيل انا هو، وانتم ما تعرفوش انا هو دي بالسريانية يعني ايه؟ يعني انا هو الله. طب هو دلوقتي انتوا هم زعموا ويقول لك احنا نحاكم النص الى لغته الاصلية، بس مش احنا اللي قلنا لكم ترجموا كتبكم؟ وهم بيزعموا ان كل الترجمات بإلهام من الروح القدس، يبقى ما ينفعش يجي هنا ويقول لي ايه ارجع للكلمة العربية. ده احنا نرجعهم ليها ماشي، لكن هو ما ينفعش الا معنى كده تبقى الترجمة دي غير مقبولة. الامر التاني السياق واضح جدا، طبعا هو هيحن على اللغة السريانية، وهات حد يفهم لغة سريانية بقى، زي النكتة الشهيرة عن جوحة اللي قالك الوالي عمل جايزة كبيرة جدا للي يعلم حماره الكلام، فجوحة بس لو فشل هيقتله. فجوحة راح قال له ماشي انا اعلمه لك، بس ايه تديني مهلة 40 سنة. فقالوا الجوحة طبعا انت الحمار مش هيتعلم وانت هتقتل. قال لهم بعد 40 سنة يا يكون الامير مات يا الحمار مات يا نموت، وتضيع القصة. فهنا يقول لك روح للغة السريانية واثبت فيها ان انا هو يعني انا هو الله، ويبقى كانت الهداية دي زي ما كان المصباح تحت السرير من شوية ل 12 واحد بس، طلع ل 12 واحد بيفهموا سرياني، يعني دول يموتوا واللغة السريانية تبقى لغة ميتة هي الأخرى، ما هي ماتت يعني ما حدش بيتكلم بيها، وتبقى الهداية مدفونة. فطبعا والسياق واضح جدا، هم ظنوه شبحا
فقال لهم أنا هو، أنا هو الذي تعرفونني. وهي دي الرسالة قائمة على هذا اللغز السرياني. يعني ده في الواقع يعني درجة من درجات الإضلال المتعمد المتتابع، عمالين ينسبونه إلى الله تبارك وتعالى. يقول لك لو أنتوا قريتوا الأصل السرياني، طب يعني كان عرفتوا إن هو قال لهم. طب هو التلاميذ دول ظلوا يعني بعد الواقعة ديت قال لهم أنا مين؟ قالوا له أنت المسيح. واضح ما كانوش بيفهموا سرياني. يعني يبقى كده القضية إيه؟ يعني هو إذا كان على حد زعم يعني شراح هذه الدين. بعد كده عندنا فقرة بعنوان يسوع يشفي الكثيرين من المرضى، دي لا إشكال فيها، يعني حكاية لبعض معجزاته. قاعدين عندنا فقرة دي مهمة جدا مع التي بعدها. الفقرة دي بتقول وصايا الله فوق تقاليد البشر. يقول واجتمع عليه الفريسيون وبعض الكتبة قادمين من أورشليم، ورأوا بعض تلاميذه يتناولون الطعام بأيد نجسة أي غير مغسولة. يبقى هنا بنتكلم على بعض الآثار والأغلال التي كانت على اليهود، إما الشرع وضعها عليهم عقوبة شددوا فشدد الله عليهم، أو هم اخترعوها. كانوا بيروا إن عدم غسل الإيد، يعني الأصل في الإيد الإيه؟ النجاسة، لازم عشان يتيقنوا طهارتها حتى لو ما لقوش نجاسة لازم إيه؟ يغسلوها. فقد كان وبيشرح لنا برقص اهو، يعني هو ما سبناش، قال فقد كان الفريسيون واليهود عامة لا يأكلون ما لم يغسلوا أيديهم مرارا، متمسكين بتقليد الشيوخ. يبقى ده ما كانش في التوراة، ده كان وضع لهم بعض الايه الأحبار والرهبان. وإذا عادوا من السوق لا يأكلون ما لم يغتسلوا. وهناك طقوس أخرى كثيرة تسلموها ليتمسكوا بها، كغسل الكؤوس والأباريق وأوعية النحاس. عندئذ سأله الفريسيون والكتبة لماذا لا يسلك تلاميذك وفقا لتقليد الشيوخ بل يتناولون الطعام بأيدي النجسة. خد بالك ان السياق واضح جدا ما هو تعريف ايه نجسة. هنا نجسة في عرف شيوخ اليهود. فرد عليهم قائلا أحسن الشيعاء إذ تنبأ عنكم أيها المراؤون كما جاء في الكتاب. يبقى عيسى عليه السلام بيحتج عليهم ببعض كلام الأنبياء السابقين. كما جاء في الكتاب هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلبه فبعيد عني جدا، إنما باطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم يعلمون تعاليم ليست إلا وصايا الناس، فقد أهملتم وصية الله وتمسكتم بتقليد الناس. في الواقع هذا الذي تحكي الأناجيل إن عيسى عليه السلام استنكروا على اليهود، وقعت فيه الكنيسة حتى آذانها، وبنفس الألفاظ بنفس ألفاظ إن تقليد الآباء لابد أن يتبع آباء الكنيسة. هيجي يقول لك أسبوع الآلام، الأسبوع اللي صلب فيه الرب، ده أكتر أسبوع بيتعبدوا فيه، مش عارف الساعة كذا موسيقى جنائزية، والساعة اللي بعدها قراءة نبوءة الشيعاء عن المسيح فيه، اللي بعدها قراءة نشيد إيه، واللي بعدها وبعدين دي مثلا لو تيجي كل كنيسة لها لغة مختارة، فممكن تلاقي مثلا الكنيسة الأرثوذكسية القبطية تدي صلاة عربي وصلاة قبطي، طبعا قبطي زي السرياني كده محدش عارف، وصلاة مترجمة
يقوم مش عارف ايه الصلاة دي أدعية يعني ايه حي قدير عليم تي 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 ثم مثلا ده ذكر دي 10 مرات تقول العرب يقول العربي والايه والترجمه القبطي بتاعه. طب ده في اكيد مش في الانجيل اكيد لك تقليد الاباء. طب ما هو الانجيل بيقول لكم ايه ما لا تتمسك بتقليد الاباء بل بالشريعه بوصيه الله ده هم كل عباداتهم ومعظم تشريعاتهم المرجع فيها ايه تقليد الاباء. مش عايزين نخرج عن السياق. السياق هنا ان هم اليهود عندهم تقليد مش من التوراة بوجوب غسل اليد قبل الايه الطعام وبيعتبروا الايد كده نجسة. الايد اللي لم تلامس نجاسة بس عشان ما هي نجسة الا ان تغسل يعني اعتبروا الاصل فيها الايه النجاسة. فعيسى عليه السلام قال لهم انتوا ايه اتبعتم تقليد الرجال وتركتم وصية الله. وقال لهم حقا أنكم رفضتم وصية الله لتحافظوا على تقليدكم أنتم فإن موسى قال أكرم أباك وأمك وأيضا من أهان أبا أو أمه فليكن الموت عقابا له. هو لسه من شوية أمه مرقس بيزعم أن أمه جاءت إليه إلى البيت الذي هو فيه وهي بالخارج فرفض أن يقابلها وهو راجع يحتج على اليهود. طبعا الكلام هنا أقرب بكثير إلى روح الوحي مما يعني يوحي بتصديق خلاف الكلام الآخر. قال فإن موسى قال أكرم أباك وأمك وأيضا من أهان أباه أو أمه فليكن الموت عقابا له ولكنكم أنتم تقولون إذا قال أحد لأبيه أو أمه إنما كنت أعولك به قد جعلته قربانا أي تقدمة للهيكل فهو في حل من إعانة أبيه وأمه وهكذا تبطلون كلمة الله بتعليمكم التقليدي الذي تتناقلونه. وهناك أمور كثيرة مثل هذه تفعلونها. طبعا الكلام ده لما تجمع بينه وبين الموقف اللي هو مرضاش يقابلها حتى لو يعني قلت لعله كان مشغول ده هو هنا بيقول ما ينفعش تاخد نفقة الوالدين تحطها قربان للهيكل. ما ينفعش تبقى الأم بتنادي وهو قاعد مع التلاميذ. احنا عندنا في الشرع قصة جريج العابد الذي لم يقطع الصلاة من أجل إجابة نداء أمي فعوقب. هو ما كانش عيسى طبعا كلام ايه في غاية الوضوء. لكن اللي يهمنا هنا السياق بقى مع الموطن اللي بينسبه لعيسى عليه السلام أنه حكم بطهارة النجاسات. السياق بيتكلم على اليهود زعموا نجاسة الايه نجاسة اليد ما لم تغسل فقال لهم منين جبتم التقليد ده. يبقى هو متمسك بالايه بوصية الله اللي فيها انه الايد طاهرة الا ان تنجس. قال هنا راحوا عاطينا فقرة تانية اسمها ما ينجس الانسان. قال واذا دعا الجمع اليه ثانية قال لهم اسمعوا لي كلكم وافهموا. اشمعنا بقى هنا جينا افهموا عشان عايز يقول لهم كل شيء طاهر. فكاتب الانجيل هنا تخلى عن الالغاز وان الناس مفروض ما تفهمش وتكلم بصراحة شديدة لان الكلام مش كلام عيسى عليه السلام. هو عايز يكذب على عيسى عليه السلام وعايز الكلام يتفهم. يهمه هنا ان الكلام يتفهم. فعشان يهمه ان الكلام يتفهم زعم ان عيسى عليه السلام جمعهم كلهم. كان بياخد ال 12 على جنب لا ده جمعهم كلهم وقال ايه افهموا لا شيء من خارج الانسان اذا دخله يمكن ان ينجسه اما الاشياء الخارجه من الانسان فهي التي تنجسه من له اذنان للسمع فليسمع
ولما غادر الجمع ودخل البيت استفسره التلاميذ مغزى المثل، فقال له هكذا أنتم أيضا لا تفهمون. كان بيقول له كله يفهم، لا دول فهموا ولا دول فهموا. طبعا هذا بعيد، لكن هو الكاتب الإنجيل بيتلطف في زج عبارة بولس على لسان عيسى عليه السلام. فهو قال للناس افهموا وما فهموش، لا هم ولا التلاميذ. فقال لهم هكذا أنتم أيضا لا تفهمون. يعني حتى الاتناشر اللي الرسالة عيسى اللي إله نزل لهم مخصوص برضو ما بيفهموش. قال ألا تدركون أن كل ما يدخل الإنسان من الخارج لا يمكن أن ينجسه، لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى البطن ثم يخرج إلى الخلاء. في الطبعة العربية كاتبين كده مما يجعل الأطعمة كلها طاهرة. في الطبعة الإنجليزية الراجل كان أمين شوية، حاطط الكلام ده بين قوسين وقايل كده: In saying this Jesus declared all foods clean. عبارة توضيحية بقلم غريب بيقول العبارة السابقة يفهم منها أن عيسى قال أن كل الأطعمة طاهرة. يبقى لكن المترجم العربي دمجها بحيث يهم أن ده كلام إيه؟ عيسى عليه السلام. في الواقع ده كلام بولس، يأتي تصريحا في رسائل بولس. طبعا الإنجليزية صريحة في أن ده مش كلام عيسى، لكن كأن ده فهم مرقص، والله أعلم هو مرقص ولا مين. أصل لو فهم مرقص كان يعرف يصوغ الصياغة أحسن من كده شوية، إنما ده راح قطع القصة وحاطط قوسين خد بالك الجملة دي يفهم منها أن كل الأطعمة إيه؟ طاهرة. الكلام من سياقه من أوله لآخره على التمسك بوصية الله في شرع موسى عليه السلام اللي كان فيه أن غسيل الإيد مش واجب وأن الإيد مش نجسة، وكان فيه أن لحم الخنزير نجس وأن الميتة نجسة. فمنين هيجيبوا هم هنا وهو عمال يحلهم إلى وصية موسى عليه السلام؟ يجيبوا منين أن كل شيء طاهر؟ هو بيقول لهم لو افترضنا أن الحوار ده كله من كلامه، طبعا الجملة الاعتراضية دي واضحة جدا أنها مش من كلامه، قال لهم اللي داخل ما ينجس والخارج هو اللي ينجس. وبعدين رجع قال إن الذي يخرج من الإنسان هو ينجس الإنسان، فإنه من الداخل من قلوب الناس تنبع الأفكار الشريرة: الفسق، السرقة، القتل، الزنا، الطمع، الخبث، الخداع، العهارة، العين الشريرة، التجديف، الكبرياء، الحماقة. هذه الأمور الشريرة كلها تنبع من داخل الإنسان وتنجسه. لنا أن نحاول إصلاح ما أفسده المحرفون ونقول إن عيسى عليه السلام استنكر عليهم أمرين: إن هم غالوا أتوا بتشريع ليس من تشريع موسى عليه السلام، وهو وجوب غسل اليد قبل الطعام، وأنكر عليهم المغالاة في تنظيف الظاهر مع ترك الباطن إيه؟ نجسة. هو عايز يعني مش مجرد بيتورع عن النجاسة، ده هيغسل ايده حتى لو ما فيهاش نجاسة وجوبا. فصنعة المحرف خلت ان دخل اي نجاسة ما فيش مشكلة، بس ما تطلعش حسد، ولا مع ان السياق ده نجاسة معنوية وده نجاسة حسية. السياق في الكلام على في سياق الاحتجاج على اليهود بشريعة موسى عليه السلام اللي فيها ان الخمر نجس، يبقى الزعم بان هذا النص بيه هيحللوا الخمر والخنزير والميتة، ده في الواقع تجني. اكتر من كده
إنجيل متى قلنا كان مخاطب بالإيه؟ اليهود. فيبدو من إنجيل متى الحرص على الشريعة أكثر من سائر الأناجيل. فبعد ما ذكر القصة دي ختمها بإيه؟ ما أنه بينسب لعيسى أنه بعد ما قال أما ما يخرج من القتل والزنا قال هذه هي الأمور التي تنجس الإنسان، وأما تناول الطعام بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان. يبقى الكلام كله من أوله لآخره على ما غلا فيه اليهود من إيجاب الإيه؟ غسل اليد قبل الطعام، وليس في نسخ شريعة موسى عليه السلام اللي فيها تحريم الميتة وتحريم الخنزير. طبعا قصة الخنزير بسرعة كده، الخنزير حيوان خبيث، يتغذى على القاذورات والقمامة، بالإضافة أنه من أكلات اللحوم. الخنزير آكل للعشب وللحم في آن واحد، والحيوانات الآكلة للحوم لا تصلح أن تكون طعاما للإنسان. قدر الله تبارك وتعالى جعل في آكلات اللحوم ضرر، ولعل مرض جنون البقر كان سببه أنه حطوا علائق حيوانية للأبقار. فذا يعني بيثبت يوم بعد يوم حكمة الشر. فالخنزير أسوأ من أكلات اللحوم المعتادة، لأنه بيأكل الجيف والقاذورات ونحو ذلك. ولكن بعض الشعوب الهمجية كالأوروبيين، طبعا الناس بتنظر للأوروبيين بانبهار، الأوروبيين أكثر الشعوب همجية إلى يومنا هذا. طبعا طرأ عليهم كثير من النظام والنظافة، لكن ما زالوا حريصين على حياة اللهو والفجور والشهوات. وكان قديما قبل أن يحرزوا هذه الثروات في حاجة شديدة. فالخنزير بالنسبة للشعوب الهمجية كان حاجة يعني ممتازة جدا، يأخذ القمامة فينتج لحما، أسهل وسيلة للتخلص من القمامة، يدوله القمامة يأكلها ينتج لحم. وإلى الآن مزارع الخنازير مقالب زبالة، قالب قمامة وتربى فيها الخنازير. فكثير من الشعوب الهمجية كانت تحب الخنزير، ومع أنهم بحكم إن هو بيربى على القمامة وبحكم خبث طبعه ونتن رائحته، بالإضافة إلى الدياثة التي لاحظها البعض في أن الحيوانات الثدييات عندها قدر من الغيرة على النساء، على الإناث، لكن هو لا يغار على أنثاه. فكان الخنزير رمز للشر، هم بيربوه ويأكلوه كعملية اقتصادية، لكن هو في كل أدبيات الشعوب القديمة يذكر على أنه رمز للخبث. حتى العقائد الرومانية واليونانية وغير ذلك، فالرومان كانوا بيربوا الخنازير ويأكلوها كعامل اقتصادي. لما الرومان سيطروا على فلسطين قبل بعثة عيسى عليه السلام، حاولوا إخضاع اليهود، لأن اليهود كانوا عندهم قدر من الاستعلاء لأنهم أهل كتاب على وثنية الرومان. فالرومان أخضعوهم وألزموهم يحطوا أصنام في المعابد، واستجاب اليهود لأمور كثيرة من ذلك، ومنها أنهم ألزموهم بتربية الخنازير وذبح الخنازير كقربان في المعابد. وبالتالي حتى شراح الأناجيل هم متفقين على أن إنجيل كأن الخنزير كان محرم، وبيزعموا أن عيسى عليه السلام نسخ هذا التحريم.
فبيبقى السؤال، طب ازاي وجدت خنازير عند اليهود في قصة الألفين روح شريرة؟ قالوا ده ايه، الرومان كانوا بيلزموا اليهود بتربية الخنازير. لما جه بولس وقرر ان هو يدخل في هذه الديانة وقرر انه يروجها، حاول الا يصطدم باحد، فما خدش موقف صريح في القضايا، لا ما حاولش، حاول يستميل اليهود اللي كذبوا بعيسى عليه السلام، وحاول يستميل الرومان، ومن ذلك ان هو ادعى نسخ الختان ونسخ كل المحرمات. وكما ذكرنا على الأقل 150 سنة الأولى بعد رفع عيسى عليه السلام شهدت صراع عظيم بين اتجاه بولس واتجاه الموحدين. لكن كان أول بداية ان تحول المؤشر لصالح بولس ورفاقه بعد تدمير الهيكل سنة 70 ميلادية، وبدأ بولس يظهر بدرجة أعلى مجاملته للرومان، وبدأ يأيده البعض. وكما ذكرنا كتبت الأناجيل الأربعة في المرحلة دي ابتداء من سنة 65 أو 70 تزامنا مع تدمير الهيكل. فبدأ الاتجاه بولس يزداد انتشارا على حساب اتجاه الموحدين اللي بدأوا يلاقوا عنت من اليهود اللي كفروا بعيسى عليه السلام، وعنت من الرومان، وعنت من أصحاب بولس، وصار هؤلاء يمتحنون. لما يجوا عايزين يعرفوا نصراني موحد ولا تبع بولس يمتحنوا بأكل لحم الخنزير. ومن هنا كان لحم الخنزير عند الرومان شيء اقتصادي، ثم تحول إلى أداة يميزون بها يذلون بها اليهود، نجبروا اليهود على أنهم يذبحوه في معابدهم، ثم تحول إلى أداة يميزون بها بين النصرانية المهادنة والمداهنة لهم وهي نصرانية بولس، وبين النصارى الغير مداهنين لهم. ومنذ ذلك التاريخ تحول الخنزير إلى شيء أساسي عند الرومان، حتى يعني كان موجود عندهم وهم وثنيين، ولما تحولوا إلى نصرانية بولس صار هذا كأن هو ده شعارهم، موضوع الخنزير. لما جه العلم الحديث واكتشفوا الأمراض اللي الخنزير بيسببها لقوها لا تحصى كثرة، أنواع ديدان وطفيليات. البعض بيجيب على ذلك يقول لك طب ما البقر بيصاب بديدان وطفيليات، ويعني فرقت طبعا فرق جوهري بالضبط كده، زي الفرق بين الزواج وبين الإباحية الجنسية. الإباحية الجنسية جابت لهم الإيدز وما شابهه من أمراض فتاكة، والزواج من الوارد ان انسان يصاب بمرض فينقل المرض لزوجته او الزوجة تنقل المرض لزوجها، من الوارد على سبيل الندرة، ليس هذا هو الاصل. انا الوارد ان البقر يمرض فينقل المرض للانسان، لكن الخنزير مستنقع امراض حتى وهو سليم 100%، فجسمه حاضن لهذه الامراض. كلام لا يقبل النزاع البعض النصارى الجهال بأمر الدين والدنيا، يقول لك هو هو. طب لما هو هو ليه في بلاد أوروبا وأمريكا بيعملوا اشتراطات خاصة لتداول لحوم الخنزير، ما يخلوها زيها زي لحوم البقر؟ لو الخطر هنا زي الخطر هنا، ده عندهم لحم الخنزير قبل ما يطرح للاستهلاك لازم يجمد لمدة 20 يوم في درجة 15 درجة مئوية تحت الصفر عشان يقتل. هم لقوا ان ده بيقتل كل ما اكتشفوه من ديدان بتنمو في جسم الخنزير، ياخدوا يجمدوا 20 يوم في درجة 15 تحت الصفر، وبعدين في نفس الوقت يقول لك لما تيجي تقدم لخنزيرك والعياذ بالله وجبة قمامة
عرضها لبخار تطهر يعني فيروح اللي هناك بيربوا الخنازير في حدائق المنازل كده غير مزارع الخنازير، فعايز يجيب وجبة قمامة للخنزير، فيقوم لازم تكون ايه مبخرة عشان تبقى هو الخنزير لسه هياكلها وينميها، فبيحاولوا يقتلوا البكتيريا والفطريات والديدان من القمامة قبل ما الخنزير ياكلها. ده احد الاشتراطات الموجودة عندهم. فالمهم يعني لما اكتشفوا اضرار الخنزير اصروا عليه. الاصرار هنا ما بقاش عامل اقتصادي، لان هم يعني فتحت لهم ابواب الدنيا، لكن عامل ان ده كانه كان هو العلامه اللي بيمتحنوا بها الاخرين، يقول لا دي ضرر. يعني هو كان بيجبر اليهود على الضرر وكان بيجبر النصارى الموحدين على الضرر، قال لا مش ضرر، ده هو مجرد زي كل حاجه لها طريق الطهي، دي طريق الطهي. لا يعني ده نوع من الدجل، اصروا عليه الى النهايه ويتفننوا ان يخلي الناس يقولوا خنزير شهي. طبعا معروف الوجبات الجاهزه والبهارات والكلام ده، حتى الناس اللي بتبيع لحوم القطط والكلاب يقول لك عليهم طوابير، في حيل بالنسبه لو المعول هو الطعم، في حيل تلاقيهم هناك اشهى طرق اعداد اللحوم تبقى لاعداد لحوم الايه الخنازير والعياذ بالله. وكانهم كده سلموا، مش عايزين يرجعوا للفطره ابدا، زي الاباحيه الجنسيه جالهم الايدز وكده، قال لك مش عارف استخدام اللي مش عارف ايه وايه انواع من الاحتياطات. طب ما تغلقوا الباب. لا، فابتلاهم الله تبارك تعالى بامر. طب ده لما بعد ما يذبح الخنزير هيجمده 20 يوم في درجة 15 تحت الصفر. الأمر الثاني اللي خارج السيطرة تماما، إن الخنزير درجة حرارته وسط بين درجة حرارة الإنسان ودرجة حرارة ذوات الدم البارد من القوارض والطيور. فمعنى كده إنه ممكن يتحول إلى معمل لتهجين أنواع جديدة من الأجسام القاتلة الفيروسات أو غيرها فتاكة جدا زي إنفلونزا الخنزير. في نوع إنفلونزا بيصيب البشر، في نوع إنفلونزا بيصيب الخنزير، وفي نوع إنفلونزا بيصيب الطيور. إنفلونزا الطيور لو أصاب الإنسان يعني أخف بكتير من إنفلونزا البشر، فاحتمالات أنه يصل إلى الوفاة احتمالات ضعيفة جدا، يكون الإنسان وقتها عنده خلل في جهاز المناعة، إن الفيروس الضعيف ده جدا يقوى داخل جسمه. إنفلونزا الخنزير الصرف حتى ما هياش بالخطورة دي، الخطورة بقى إن الخنزير يتعدى من الإنسان بإنفلونزا بشرية، ويتعدى من الطيور بإنفلونزا طيور، والفيروسين يتحدوا جوه جسم الخنزير ويطلع فيروس يصيب الإنسان والجسم ما بيعرفش يكتشفه إلا متأخرا. وده حصل في أوروبا سنة 1918 ومات منه ملايين وما تراجعوش عن أكل الخنزير. وحصلت إنفلونزا الطيور وأجبروا شعوب العالم كلها تدبح الطيور اللي عندها بدعوى أن إنفلونزا الطيور خطر، مع أن خطر إنفلونزا الطيور هو أن تتحول إلى إنفلونزا الخنازير، فيش فيها أي خطورة هي ذاتها إلا زي الإنفلونزا البشرية العادية. ما هو ممكن البني آدم يجيله دور إنفلونزا يموت، يقدر لا له ذلك، يجيله الفيروس وهو ضعيف والإنسان في حالة ضعف، الفيروس يتمكن من جسده يموت. احتمال الوفاة من إنفلونزا الطيور إذا أصابت الإنسان أقل بكثير جدا من احتمال وفاته بالإنفلونزا البشرية، فيؤخذ من ذلك أن إنفلونزا الطيور خطرها على الإنسان صفر، لأن ما دام في إنفلونزا بشرية هي أخطر من إنفلونزا الطيور، يبقى إنفلونزا الطيور يعني نوع من الإنفلونزا الضعيفة.
الانفلونزا الطيور فصورتها الطبيعية وكذا، انفلونزا الخنزير الغليان لدرجة 70 درجة مئوية تموت، ما فيش خطر. ما كانوا ليه بيجبروا شعوب العالم كلها تدبح الفراخ؟ عشان هم ما يدبحوش الخنازير، لان خطورة انفلونزا الطيور في وجود الخنازير. وايه الخطورة؟ ان انفلونزا الخنزير يصاب بالانفلونزا البشرية وبتعيش جواه ما بتموتش، وانفلونزا الطيور بتعيش جواه، والاثنين بيتهجنوا ويطلع فيروس جديد فتاك جدا، بمعنى ان الجسم بيتعامل معاه طبيعي. اي حاجة تدخل الجسم ما يبتديش الجسم يحاول يمنعها من غزو خلاياه، يبقى نوع يبقى اشبه بالسرطان مباشرة، يعني طاعون وباء. وحدث مؤخرا وبعد يعني سنتين او ثلاثة من محاولة محاصرة انفلونزا الطيور، ان ظهرت انفلونزا الخنازير في المكسيك وامريكا، والى الان في تعتيم اعلامي عن حجم انتشار المرض، وان كان يعني العدد في اليوم الاول في المكسيك قرب على 100 حالة وفاة و1000 حالة اصابة، يعني من الوارد ان يتحول الى وباء عالمي. بدأوا مباشرة مباريات كرة القدم تقام بلا جمهور، يعني خشية ان يجي بني ادم واحد حامل للفيروس يكون واخده من خنزير ويجي ينقله بين الناس. بدأوا يتعاملوا هناك على انها بلاد موبوءة، وكل ده من الخنزير. اصرار عجيب. طب انت اكتشفت الدودة الشريطية وكذا وكذا وقلت هتجمدها لمدة 20 يوم، ليه الاصرار ده على هذا الشيء النجس اللي بيأكل قدامك نجاسات؟ وبعدين طب وهل انت اكتشفت، هل هم اكتشفوا كل حاجة؟ هذه انفلونزا الخنازير. طب وما زلنا لا ندري ماذا بعد. عشان كده احنا بنقول ايه، المسلم بيتبع شرع الله تبارك وتعالى تسليما وانقيادا، مع ايمانه في الجملة بان في باب المعاملات الشرع لا ينهى على شيء الا اذا كان شرا محضا او كان على الاقل شره غالب، تكتشف منه حاجة اتنين تلاتة. ولو اكتشفت حاجة وعرفت لها علاج ما تقولش انقلب مباح، لان الشرع نهاك عن لحم الخنزير وما بقلناكش العلة. ما انت شفت علة ما يمكن تكون في غيرها، يمكن يكون في غيرها، وهكذا زي هما بيكتشفوا دلوقتي. الشنودة الثالث كان كرر في اكثر من محاضرة له ان المسيح حكم بطهارة كل شيء، فلحم الخنزير طاهر وحلال، ولكن لا يمكن اتقاء ضرره الا باحتياطات لا يحسن الناس في هذه البلاد عملها، فهو ينهى عنه. ودي احد المشاكل اللي اثارت الدنيا عليه، يعني من اظرف التهم اللي ممكن تسمعها، انهم بيتهموه بمجاملة المسلمين. هو في الواقع حاول يعني يتخلص من يعني عار ممكن ان يلحق به، فالناس رفضوا جدا عنده الكلام ده. وفي الكلام ده بقاله سنوات، ربما تكرر من كام شهر تاني، ان هو مصر على موقفه من قضية لحم الخنزير انه حلال، ولكنه ينصح بعدم اكله لان ما عندناش الطرق اللي موجودة بره، اللي طبعا التبريد 20 يوم درجة 15 درجة تحت الصفر الى اخره، ده مش بيبقى متوفر في البيوت بره، بيبقى هناك اشتراطات تاخد اللحم اللحوم الخنازير تتاخد من المجازر على التلاجات الى غير ذلك. ولكن على الاقل ده اعتراف بضرره البالغ، والتوراة كانت بتقول انه نجس، واظن ما فيش معنى للنجاسة الا يعني ان لم يكن هذا نجس فماذا يبقى معنى للنجس. هم عندهم كل ما يؤكل بولس هو صاحب هذه النظرية، كما يأتي نص كلامه في كلامه هو هنا. مرقس حاول يستشف ذلك من كلام عيسى عليه السلام، وكما ذكرنا في الطبعة الإنجليزية
الكلام محطوط بين قوسين وبعبارة صريحة بإن يعني كان مفروض تترجم ويستفاد من ذلك أن عيسى حتى هو قال مش عشان مش جايبها إنها في وسط الكلام، يعني هو قطع كلام عيسى عليه السلام وبين قوسين قال يستفاد من ذلك أن عيسى عليه السلام يرى أن كل المأكولات طاهرة. واضح جدا السياق، بالذات سياق إنجيل متى لو رجعنا له هنلاقيه مش مجرد بدأ الكلام بالحوار مع اليهود في أمر غسيل الإيد، ده ختمه بذلك أيضا، فيدل على أن نسبة هذا الكلام إلى المسيح عليه السلام كذب عليه من واقع كلامهم فضلا عن ما نعتقده نحن، وإن هذا من تحريف بولس. يعني هنكتفي اليوم بهذا القدر، و يعني نرجو إن شاء الله المرة القادمة يعني برضو هناخد بإذن الله تبارك تعالى بعد المغرب وبعد العشاء عشان نخلص إنجيل مرقس ونرجع للسياق الكلام، أو إذا كنا هنتكلم على جزء آخر من كتبهم نسعى على الأقل نحاول المرة الجاية إن شاء الله نخلص هذا الإنجيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.